خلونا بقى بعد ما عرفنا درجات الحراره نعرف كده اه تفاصيل الجو عايزين نطمن يا مها كنت لسه بتقولي إنه الشتاء بدا ولا ما بداش وبتكذبي بردي انا يعني بقول لك بدا بشده مش كده آه انا آه شايفه آه انه بالرغم انه خبراء الارصاد بياكدوا ان الشتاء بشكل رسمي بيكون في شهر 11 او ديسمبر يمكن صح يعني 12 صح يعني اه 12 تقريبا لا احنا بردنا آه على فكره من بدري احنا بالنا اسبوع مشتين عادي جدا يعني وبعدين بالليل بيكون برد برد يعني آه مش حقيقي. بيكون هواء ولا حاجه لا بيكون برد آه آه بجد انا رايي بصراحه بغض النظر بقى التواريخ مثلا اللي هو امتى بيبدا الشتاء بتاريخ معين بقى. لا انا رايي كل واحد بقى اصل دي فروق فرديه ما دام انت بردان يعني لو واحد بردان ما يقعدش يقول ايه انا مش هلبس شتوي مع ان هو بردان ومتكتك يقول لك انا مش هلبس شتوي عشان الشتاء لسه رسميا ما بدأ رسميا ما بدأ انت مالك رسميا ما بدأش انت راجل بردان او انت بردانه لا اللي, اللي بردان يلبس تقيل واللي هي المشكله بس في حاجه ان احنا بالليل بنبقى بردانين قوي أو. وبنلبس جاكيت صح ايه وباجي الصبح بدري مثلا وانا نازله بدري بجاكيت بس وانا راجعه بقى الدنيا بتبقى حر اه بالظبط ما هو لا هنعيا ما هو ده ده جو العيا ده يعني... عيا رسمي. رسمي. يعني اللي هو يعني انا قعدت اسبوعين عيانه وعايز اقول لك على حاجه بقى بالمناسبه اخذت ايه كل انواع الادويه اللي تخطر على بالك وانتي بايوتكس وفيتامينز إيه وبرده الواحد ايه يعني لا ما يعني هي المناعه اه مش كده اللي على حسب بقى عامله ازاي اه هي دي اهم حاجه بالزبط. والله بالظبط بس احنا عايزين نطمن برضو يعني مش كده؟ كده؟ عايزين نعرف التفاصيل يعني عايزين بالزبط. نعرف ايه اللي متوقع مثلا الفتره اللي جايه احنا شفنا طبعا درجات الحراره بس عايزين نعرف م. شكل الجو هيكون عامل ازاي عايزين نعرف طبعا ايه النصائح اللي اهم حاجه لاطفالنا واولادنا اللي بيروحوا المدارس طبعاً. الصبح طبعا آه الناس اللي شغلها بيضطرها ان هي تبقى واقفه في الشارع طول اليوم بالزبط. بتعيش الاربع فصول يعني. إيه إيه السقعه والحر حر وخريف وشتاء ومطره وكل حاجه والصبح كمان كان فيه شبوره بالظبط آه الناس آه. اللي سايقه على الطرق برضو ترنت. في الفتره اللي جايه هتعمل ايه؟ والناس المسافره كمان بالظبط والناس المسافره مم. آه الصيادين ممكن يعملوا ايه؟ يعني في حاجات كتير قوي يعني احنا محتاجين برضو ان احنا نبقى نعرف تفاصيلها واكيد هنتابع معاكم عشان نقول لكم تفاصيلها بالظبط ايه؟ لازم نبقى نعرف اه بالظبط كده بس احنا دلوقتي مم. محتاجين ان احنا <applause>